مدرب منتخب موريتانيا مارتينيز، نتابع ماذا قال بعد المباراة مارتينيز. نعود مجددا إلى اللقاءات بعد نهاية المباراة. معي هذه المرة مدرب المنتخب الموريتاني كورنتان مارتينيز. كورنتان، كيسكي أمانكي أفوتر جروب، ما الذي كنتم تفتقدونه في هذه المباراة؟ افتقدنا الكثير من الأشياء في الشوط الأول، خذنا 20 دقيقة جيدة ثم تقبلنا الهدف الأول ومن ثم ضربة جزاء، حدثت الكثير من الأشياء التي أحبطتنا وبدأنا نبحث عن الرجوع في المباراة، ولكنهم أخرجوا الكرة بطريقة وبانسيابية أحسن منا. كانت هناك هشاشة تكتيكية من قبلنا، خذنا مباراة ضد منتخب يعج بالنجوم والإمكانات الفردية، وكل من صوب الكرة من النجوم سجل هدفا. أردنا أن نعود في المباراة وحاولنا تسجيل الأهداف، ولكن اليوم لم تسر الأمور على سبيل المثال. هل هذه هي المرة الأولى يخوض فيها المنتخب الموريتاني مباراة مهمة في كأس أمم أفريقيا؟ مثل ما قلت لك، العشرين دقيقة الأولى كانت رائعة، وبعد تقبلنا للهدف الأول أحبطنا وافتقدنا إلى رباطة الجائشة وبدأنا نخسر الاستحواذ على الكرة ولم نعد قادرين على استرجاع الكرة حينما تكون بحوزتهم، وافتقدنا للحدة الهجومية. في المباراة الأولى المنتخب التونسي تعادل مع المنتخب الأنغولي، كيف ترى بقية المشوار؟ في الوقت الآن ليس لدينا الوقت لكي نبكي على الأطلال ونفكر فيما حصل، يجب أن نستفيق مرة أخرى ونرفع الرأس، ويجب أن نفكر في المستقبل وننسى الماضي، نريد أن نحصل على نتيجة جيدة في المباراة القادمة. شكرا جزيلا. إذن نعود بكم مباشرة إلى